Welcome, sir. Hi. Welcome. Good morning. I want to rent a car, please. Are you a guest here? Yeah. Suite 24. Sorry, هو حضرتك مصري؟ Yeah, أنا مصري. يبقى حضرتك لازم تمدلنا إيصال على بياض. Okay. أنا فاكرك أجنبي يا راجل، شعرك أجنبي و كنت عايش بره بس. اتفضل. الحمد لله على السلامة يا فندم. طيب أنا عايز عربية 4x4. 4x4، أوكي، اتفضل. دي شيفروليه كابتيفا 2010 فول أوبشن. طيب كمان أنا عايز يكون فيها جي بي إس. جي بي إس؟ أنت تقصد نافوجيتور. سوري. نافوجيتور. نافوجيتور. اوكي. يا نافوجيتور عشان العنوان. يا اوكي. الهرم. اوكي. The pyramid. The pyramids. ده الهرم؟ بس كفاية كذب. فأنا أكتب إيه بقى هنا ها؟ علشان أوصل. ماله يعني الكاسيت ماله؟ كاسيت؟ مش عارف، وقت شوية. اشتغل. Thank you. تمام كده؟ thank you. عايز حاجة تاني؟ thank you. يلا. رعاية الله. Thank you. كاسيت. لو سمحت أنا كنت عايز بس أعرف أروح الهرم إزاي. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنت هتمشي ستريت كده على طول. وات؟ ستريت؟ يو مين ستريت؟ بعدين تلف اللوتيرن وترجع تاني. ألف في إيه؟ لوتيرن. يو تيرن. أنت عليك مش فاهم إنجليزي. سمحت انا عايز اركب حصان، اجر حصان بس كده. من عينيا الاثنين يا ابن عمي، انا في الخدمه والكارت بتاعي اهو. اتفضل. ثانك يو. نوت اتول. الرهوان يا علي عبد الله، بسرعه بليز. حضرتك لبناني صح؟ نو انا مصري. مصري؟ يا من مصر. ام الدنيا. يا اهلا بابن عمي، يا اهلا. ولا الرهوان الثاني. ها الثاني. ثانكس. Not at all. ها ايه وقفت ليه؟ مو يا سوري. يلا امشي.
ايه انت مش مصري ولا ايه؟ امشي. طب اشيلك انا؟ الو، هو الحصان اللي معايا ده بيدور ازاي؟ باصص في الارض زي ما يكون في حاجه وقعت منه. انت ليه مديني موديل قديم قوي كده؟ الله، هو الرهوان عملها معاك ولا ايه؟ رهوان ايه؟ ده عايز كرسي بعجل. وات ذا هيل، انا كمان بيتهيألي الريدييتر اتخرب. اتخرب؟ طب قول له يلا يا زيكو على الاسطاب هيجري معاك على طول. لا اقول له انت، حصان معاك. سالو، اصل بابا عايز يقول له حاجه. يلا يا زيكو على الاسطاب بسرعه يا زيكو. هي Stop! Please come back! Hey, come back! Oh, so now you're running! Zico, please! Please don't leave me alone! Zico, please! سلام. Where are my shoes? Oh no. الجهاز بتاعتي مش كانت مخرومه كده. طبعا مش لاقيها يا ابني. لا انتوا خدتوها جوه الجزمه؟ ربنا يعوض عليك. ايه ضاعت؟ لا ما ضاعتش ولا حاجه، بس اتسرقت. وات؟ اتسرقت؟ طب انا امشي ازاي كده دلوقتي؟ خد الباب ده روح بيه. وباب؟ ايه مش عارفه؟ ما اتدربتش بيه وانت صغير؟ نو. اوكي ثانك يو. طيب بكام الاوباب ده؟ لا 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 ده فري. فري؟ اه. اوكي ثانك يو ثانك يو. اوه شيت. ام سوري ده صوته رهيب. اوكي ثانكس. ثانك يو ثانك يو. انا يا ابني مشوف المصايب دي بتعمل ايه على الصبح. موفي وات از يور ناشونال؟ انا مصري. مصري؟ طب هات بقى الليله دي اهل مهلنا كده. هي واتس جوين اون؟ هي معاك تصريح تصور؟ تصريح؟ نو محدش قال لي. محدش قال لك؟ محدش قال لك كمان انك انت ماشي ماسك مدفع وفي زوم؟ واتس رونج؟ رونج ايه؟ لو مالك بتتكلم كده وعوج نفسك ولابس لي شورت وماسك لي ميه معدنيه، ايه علاقه الباب اللي انت لابسه ده؟ ده الواد اللي اتسلى عليه شويه النهارده ركبه على ميه. هي تيجي تيجي مان. الله واتش ذا كاميرا تو. اخلص يا دي يا غارد يا انا. اخلص يا شباب. بطل البلد. او شيت. وات ذا هيل ار يو دوينج مان؟ ويت استنى انت. هو دو يو ثينك يو ار؟ ها؟ ها؟ شيت. سيلي. يا ابني انا محتاج اي اثبات شخصيه ليك او تكون عارف اي حد معطل يجي يضمنك. ارفص هنا. يعني ايه ارفص؟ بطل استعباط بقى. اي سوير انا مش فاهم. ارفصها يا صارع لما اروح افطر واجيله. تعال اما ارفصها. اوكي. هلو. هاي. ممكن اكلم راضي؟ لا انا كلاينت. اوكي. هاي راضي. هاو ار يو؟ انا مصري اللي انت جبتني من عند المطار. اسمعني بس انت اسمعني لو سمحت لو سمحت. هو انا اصلي الموقف ده اسمه ايه ده اللي انا فيه هنا كده؟ قول لهم انك معكوش في الاسم. اوكي معكوش ايه؟ طيب وانا ادورك وامشي. يا ابني قول لهم انك مبسوط في اسم قصر النيل وعاوز حد يضمنك. اوكي اوكي
راضي انا ممسوك هنا في اسم القصر بتاع النيل ده وعايز حد يضمنك، حد يضمن عليا عشان امشي لو سمحت. اوكي ثانك يو ثانك يو. انبسطت يا عم وردوا عليك، افطر بقى. اوكي خد لك شويه. نو نو ثانك يو، انا اكل هنا خلاص. ماشي. يو نو وات اي لايك القرفصه. It's very healthy. يا رب راضي يجي بس، يا رب راضي يجي. تمام يا فندم. يا صاحبي لسه انا يا ابني انت؟ يا الواد ده حد جه يضمنه ولا لا؟ في حد جه دلوقتي يا فندم. اول ما يخلص اليغمه اللي هو عايش فيها دي تاخده على طول تفسحه. امرك يا باشا. نو 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 ثانك يو، انا مش عايز اتفسح، انا عايز اخرج وخلاص. ثانك يو. معلش يا حبيبي، هنا الخروج الاول لازم تتفسح فسحه حلوه كده. فسحه اصاوي. تعال افسحك. انا مش عايز اتفسح انا. How are you guys? Hi. Oh, hey, what did I do? Oh shit, my head! Whatever happened to you, right? بليز بصراحة مش فاكره. مش قلت لك مصر دي كلها أوضة وصالة؟ نو بليز. ما تخلص يا عم انت، هتضمنه ولا لا؟ أنا كان معايا فلوس مخبيهم في الأندرويد. كده مش هفتكر غير نصك التحتاني. هما محتاجين ده نصك الفوقاني. طيب ايه دي فلوس بتاعت نص الفوقاني؟ هات بس عشان افتكرك كلك. اوكي بس يا ريت بقى بعد كده مش هلاقيك وتفتكرني من ظهري. ها مين؟ استاذ مصري. ثانك يو. اتغيرت قوي عن امبارح. طب خلاص يا اخويا انت اهو، خد امسك حاجتك وانت خد بطاقتك. احمد ربنا ان احنا عرفنا نجيبها لك من علي اللي جوه دي. الكاميرا بتاعتك سليمه بس مسحنا الصور اللي عليها. وات؟ هاو كود يو دو ذات؟ نعم يا حبيبي. انت ازاي تعمل كده بالصور بتاعتي انا؟ انا مواطن مصري وعندي حقوق مصريه. وانا ضابط مصري والقانون ده بيديني الحق اني لما اشك في واحد اقبض عليه واتحرى عنه واتخذ اللازم معاه، ولو طلع مجرم هنفخه. اوكي هو انا طلعت مش مجرم واتنفخت. تقدر تقولي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ها؟ هتفسيني؟ اوكي اتفضل فسي. هتفسي؟ حاضر يا مدام. لا 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 اوكي اوكي خلاص انا هفسي لوحدي. يلا راضي يلا راضي يلا راضي. شكليني يا باشا. ارجع الله. انا هبعت اجيب الامريكان باسبور بتاعي وحوريكوا كلكم. اوكي وانت اول واحد انا حوريك. انا ايوه انت ده لسه مطلعك من الاسم. ايوه بس بعد ايه بقى؟ بعد ما استبز بعد ما استبزتني. اوكي انت مستبز على فكره. انت المفروض يسموك مش راضي، يسموك واطي. واطي؟ ايوه واطي. ايه 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 راضي مش هتناديني غير بحضرتك يا استاذ راضي. قلت ايه؟ وات؟ حضرتك؟ امشي 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 مش انا. جو 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 جو. حضرتك لسه بدري على الفندق يا استاذ راضي؟ ابلع ريقك شويه. ها؟ اوكي يا راضي اوكي. راضي؟ يا استاذ راضي.
الظرف ده جه لحضرتك دلوقتي. هاي راضي، بقول لك ايه، ممكن انا رجعت العربية اوكي عشان بتوه، ممكن تعدي عندي هنا علشان نروح كده في شوية مشاوير انا وانت، هديك كل اللي انت عايزه. اوكي باي. صباح الخير يا فندم. عايز امشي لو سمحت. ايه سيادتك، في حاجه ضايقت حضرتك يا فندم ولا ايه؟ يا سيدي انا حر، انا حر، واحد ياباني وعايز يمشي. ده هتعامل حضرتك، بس حضرتك مش ياباني، مصري يا فندم. ده حضرتك امريكاني يا فندم. لا انا ياباني. امريكاني يا فندم. ياباني ولا مش ياباني؟ ياباني يا فندم. ياباني ياباني. انا ياباني. اتفضل اعمل تشيكاو. Thanks. Thanks. Come on, let's go. I mean, okay. I'm not even that harami. Yeah, let's go. Hey, hey, why did he get on to you? The Hana, Masri. Then I know him. You know me, I'm not sure of you. خالص. قلت لك مصر كلها اوضه وجنينه، خليهم بقى يفتكروا مصطفى الوراني. كده مصري؟ مش مصري؟ لا انا من هنا ورايح بقى، اسمي استاذ مصري، اوكي؟ استاذ مصري. استاذ مصري؟ يا اتكل على الله، شوف طريقك. الاستاذ ايه؟ حبيبي يا استاذ مصري. راضي اسمع، انا هديك 100 جنيه في اليوم، اوكي؟ هتخليهم 50 دولار. طيب اوكي، ما هو دولار باتنين في 50 يعني 100 جنيه، اوكي؟ دولار بخمسة ونص. ايه مان، ده عيني جدا، مش كان باتنين جنيه؟ خلاص، أنا هديك اللي أنت عايزه، بس لو سمحت، ما تنصبش عليا تاني، مش عشان أي حاجة، عشان أنا صايع جدا. ماشي يا أستاذ مصر. رايت، يلا بقى روح هات الفان بتاعتك وأنا هجيب الشنطة. ما أقدرش، ما أنت عارف، ما أقدرش أدخل هنا. اوكي طيب، اسمع أنت، أنا أجيب الشنطة وأجي وراك. ماشي يا مصر. وات وات. استاذ مصر. Don't forget. اوكي. استاذ مصر. يلا روح. ده طلع بيفهم. هاي. انت سبت الفندق ليه يا استاذ مصر؟ عشان غالي قوي. صحيح مين اللي قاعدين ورا دول يا راجل؟ يا ما بنقلبها. أنا مش فاهم أنت ليه بجد بتنصب على أجانب؟ صدقني دول مصريين وزينا بالظبط يعني. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بتغني لي دي؟ مين دي؟ دي نانسي عجرم. دي مصرية؟ لا، من الكويت. واو. أوتش، إيه ده؟ روح أفكر. يا باشا هو اللي كبس عليا، انا واقف هو اللي خبطني هو اللي غلطان. انا شفت كل حاجه، رخصك بقول لك. اتفضل. زي ما انت. حصل حاجه في العربيه يا راجل؟ رخص. معلش معلش، هو دلوقتي هياخد مني اكيد. اسفين جدا يا فندم. اسفين جدا. اتفضل. ايه ده؟ يا باشا ده كده هيمشي وحقي هيضيع. حق مين يا ابو حق؟ حق مين؟ اوعى يا راجل، ما تخافش يا راضي، ما تقلقش، انا هجيب لك حقك، اوكي؟ تجيب له حقه من مين؟ هو الباشا مين؟ انا مصري. وايه يعني؟ مصري وظابط، مصري وكيل نيابه؟ هو لازم يعني ابقى مصري وحاجه عشان اعرف اخد حقي يعني؟ يا باشا مش الشرطه في خدمه الشعب. الكلام ده كان زمان يا حبيبي، دلوقتي الشرطه والشعب في خدمه الوطن. اوكي، ومين بقى اللي كان في العربيه؟ الوطن؟ مش عايز معارضه، بطاقتك. اوكي اوكي، هو ماشي الوطن يا راضي اللي كان راكب العربيه ده؟ الوطن.
انا معايا ده بطاقه تموين يا مصري. بس اسكت. طيب ممكن حضرتك تجيب معايا سياده اللواء؟ شور اتفضل. لواء ما تخافش، بقول لك انا هجيب لك حقك. اوكي امشي معايا. اتفضل يلا يا راجل اتفضل. تأمرني؟ انا عايز حق الراجل ده. لا مش ده طبعا. راضي اذا كان الراجل نفسه ساب حقه ومشي علشان يا عيني مصري، لكن انا مواطن امريكي اوكي، وعايز اخد له حقه عشان هو ما عملش حاجه. يعني انت بتهددنا عشان انت مواطن امريكي وباسبورك حميك ومحدش يقدر يلمسك؟ يا اوكي اكزاكتلي بالظبط كده. اوكي انا بهددكم علشان انا مواطن امريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي طيب ممكن تقولي الكلام ده في الميكروفون عشان العساكر تخاف منك؟ اوكي اوكي انا مواطن امريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي شفتي خافوا ازاي؟ حضرتك امريكاني؟ ايوه يا سيدي ايوه ايوه قلت انا امريكاني وماي باسبورت ده حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي واقول لك حاجه كمان، واقدر ادي اي حد بالجزمه. اوكي ايه السخونيه دي؟ ايه الهوا ده؟ يس ايوه كده يا رجاله صح، انتوا صح، انتوا لازم تعبروا عن رايكم وتعملوا مظاهرات صح، ولازم تاخدوا حقكم. شفت حقكم قوي برضو يعني امريكاني بقى. نو 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 لا استنى، ده ماي باسبور هو اللي امريكاني يا، انما انا مصري يا، انا مصري عادي. بص اهو حتى بص مصر ده كمان اسمي مصري وانا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري. لا يا بص عليا وماي باسبور ده مش حميني اوكي، واي حد عادي ممكن يديني بالجزمه عادي خالص صدقني. انا كمان حتى اكتر اغنيه انا بحبها بتاعت هقول لك بتاعت نازلي عجرم، عارفها دي اللي بتقول انا مصري وابويا مصري؟ كمان مش حافظ اغنيه الفنانه نانسي عجرم؟ والله حافظها والله حافظها. لا انت ازاي تعمل كده؟ انت وطي عشان تاخده يا امريكاني. عايزك تقول الله مطولك يا روح، بصي في وشي ولا وشي مش عاجبك يا لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقت ربنا. ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسقطني في كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي. دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ، ده انا قطعت، عارف يعني ايه قطعت؟ يا بابا خلاص خلاص بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضارة. حرام اوعي اوعي حرام اوعي حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6 لقيت منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى ما تقفش قدام، ادخل ادخل. حسبي حتى يا عيني بالبتاع اللي في ايدك انت رخرة. انا كنت داخل هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا، برمي مرايه عليك يا ادخل يا راجل بقى ادخل ادخل. حاضر حاضر اتفضل يا بابا اتفضل. شفتي بيحلف طاقية ازاي؟ شفتي؟ شفتي؟ اكسرها روحها اكسرها اكسرها يا جبان. تاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ كأني يعني انا راجل مجنون واقف قدامه. يا نهار ابيض انت بتضربني بره البيت يا بابا. مين؟ حضرتك عملت ايدك كده دلوقتي ناحية البيت، يعني اطلع بره؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا؟ يا ولد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا ناه؟ خير اللهم اجعله خير. حلمت ان انت قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر لابسه ابيض في ابيض وعماله تبص لك. لا يا شيخ. وانت مش واخد بالك منها خالص. ها. وكل شويه تقرب لك حبه وتبص لك حديد. وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين وعلى غفله قربت لك قوي
ومدت ايديها ومسكت ايدك وهوب راحت شدة من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه وطردتك برا اللجنة ولغيت لك الامتحان برا. البنت مرنة اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مرة تانية وابوك يرد عليها. برا يا مرنة يا سيدي عليك يا علا اربط 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 7 6 6. الو فري ازيك؟ معلش ما عرفتش اكلمك الصبح. بقول لك ايه، هو احنا هنفضل مقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا ايه؟ طب ما تخليني اشوفك ولو مره واحده. اصل انا معرفش يعني انتي طويله ولا قصيره ولا تخينه ولا رفيعه ولا بيضه ولا سمره، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لا لا معقول انتي جامده جدا بقى على كده؟ اه بنت خالتك؟ ولا يهمك هاتيها معاكي، هاتيها وانا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك ايه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزه حمرا. ماشي باي باي. تبين عليها جامده قوي اصلي يعني. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو ولا زوزو ولا عزوز. ايه ده الشكل في ايدك اللي رماد الطوبه؟ امسك الولد ده، خد ولا خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبه لك الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه انت يا واد يا عزوز ده انت الطين. كلم يا ميدو. في ايه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طقم كده في الشياكه عشان عندنا سهره تمام النهارده. يلا يا عم سيبنا نام لي شويه، انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهارده. يا بني ادم معايا موزز افهم موزز. يلا هغير هدوم واجي لك على طول. يلا يا عم ميدو. ايه يا عم انت ده؟ انت بتنادى عليا كده ليه وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يلا حلوين. يلا حلوين انا عمري ما شفتهم بس صوتها في التليفون. يلا عزوز اصلي تحت في اي حاجه فيها ده مربوطه، بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو كده الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يلا يا وليد عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا. ايه؟ قشطه رحنا في داهيه. ايه الفال ده؟ فال جديد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب افتح لي الباب. سمعني ضحيتك. ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمراء. حمراء؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ ولا عزوز ايه؟ ايه بلوزة الحمراء في هناك اهي. خش بقى بس. مش رقم تليفوني برضه 7 6 3 3 4 6؟ Thank you.
خمسات زيرو؟ لا 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 دي مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما تتهلوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا اربع تذاكر يلا بينا نخش السينما. اوبا ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري انا معايا فلوس وانا كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا اخس عليك يا ميدو. يلا ما تقلقش هتيجي يعني هتيجي. It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? ايه ده في دبان في وشك ولا ايه؟ ايه في ايه انت بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس اللي انا حاسه؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. ايه ايه What's the difference? You're standing in my bedroom, looking through my panty drawer. That's the difference. Somebody who keeps his appointments. You're married. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني برا ليه؟ I know you're a criminal. Probably a felon. معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي معلش. ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب ايش تقولي؟ مش تقولي يا فريدة؟ مش تقولي انك معروفة هنا يا فريدة؟ ولا 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 انت يعني جنبنا اهلي لما اخذها يا جماعة معلش. تقولي يا فريدة دي بنات بنتهية يا راجل. بنتهية ده وشهم بطل من زمان. بقول لك يا ميدو هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ من على الانترنت. كده عشان تحوى عليه شوية عشان يشد معاك يا اخي. يشد. وانتبهنا بعد ما زال الرحيل وافقنا وليت أنا لا نفيد. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايه ما انت فاكر ايه؟ ده تلاقيه صاحب الغرزة. لا يا عم ده مجنون. بقولك ايه يا معلم؟ هو العود اللي معاك ده ما بيجيبش أغنية أي دمعة حزن؟ لا ما تجيش الساعة دي. يقظة أطاحت بأحلام القرى. يا راجل يا راجل سيبك من السكة دي روح اتعالج. امسك. كانت عايشة وشافت عشماوي ده بيغني كانت ضربته بالنار. ده باين عليه ما سمعش راديو قبل كده. اوبا لجنة. قلت لك يا ميدو بلاش نشرب. بقول لك ايه يا عزوز اثبت كده ما توترنيش اثبت خلينا نشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ انا ارجع بضهري ونهرب هوا. Ya Allah, 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 ya Allah
خرجنا تاني. هو ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفاله. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ ماكش دعوه بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه ايه ايه؟ لا لا يا باشا، العفو بنفسك، سيادتك سيادتك بتسرقني بنفسك كده، ما يصحش يا باشا. لا لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي ماشي يا عزوز. الموضوع هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي وماله وماله برضه وماله، مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على ال... وماله برضه. حاضر ما حصلش اي حاجه. حاضر. ولا عزوز ايوه تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها بيجربها. ماشي 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 هديها لك، ما تخافش يعني ما تغلاش عليك. وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز. اسمع الكلام يا ميدو. بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. انا يا ميدو كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجيلك على الاسم. أنا اسم المرة دي؟ طيب هاجي لك حالا نص ساعة بالظبط. جزمة؟ ايه الاستباحة الغريبة دي؟ راضي ذات ست يا راضي، اهو شارعنا اهو. انت متأكد؟ طبعا متأكد. I can't believe it. Thank God. يلا روح بقى، روح بسرعة هناك. شارع بستان المها مهاميز. يا راضي اهو، هو ده الشارع بتاعنا راضي، شارع بستان المهاميز ده، ودي العمارة بتاعتنا. ايه دي؟ انت متأكد؟ طبعا راضي متأكد، انا انسى اي حاجة في الدنيا الا العمارة اللي انا لعبت فيها وتربيت وانا صغير يا راضي. Thank you so much. وياريتك ما كبرت. سلام. Thank you راضي. Okay man. Okay. Take it easy. شارع بستان المهاميز، يعني اللي ساكنين فيه هنا مهاميز. ها excuse me مهموز، excuse me مهموس مهموس. اوكي. اوه ماي جاد. واو يا جاد. لو سمحت مش دي عمارة ستة؟ دي عمارة 26. ما هو عدى 20 سنة أكيد بقت 26. طب في هنا ساكن واحد اسمه سعيد عواد. سعيد تختخ؟ يا سعيد تختخ يا. هو ساكن هنا في 26. أوكي. مش في 6. Thank you. لا. Thank you. واو. يا. عجزت قوي. Calm down. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ No. انا مش حرامي، انا مصري. وايه يعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. No. انا مش حرامي، انا مصري. يا شيخ تي ولا حتى في رمضان بتسرقوا؟ هاي شيت. ولا تعالى هنا لا يسرقك. No. انا مش سري، انا مصري. اوه 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 اوه
انا مصري العربي. انت سعيد تكتك. الله سعيد، انت بتصاحب حرامية؟ استني بس يا بابا، ده مصري العربي. يس 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 يس، وحشني يا مصري. ثانك يو. اوكي بلاش بوس شيت. ازاي راجل غريب يعني ينام معايا في نفس البيت؟ لا كان احنا كده والاسم متجوزين وبشوفك بالصدفه، امال لما نبقى زحمه بقى هنعمل ايه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي عزمته ولا انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق وخلاص؟ انت شايف امك بتعمل ايه؟ امك دلوقتي بقت امك. امال يا خالتي، يا خالتي راحت فين؟ منصف. ايوه يا خالتي. في حاجه يا منصف؟ لا يا حبيبتي سلامتك. الله يسلمك. هاي شفت الفانوس بتاعي؟ ده فانوس ايه ده؟ ده فانوس رمضان. ومين ده بقى؟ رمضان؟ رمضان يا عم، ده كرومبو. كرومبو؟ شبه كرومبو. لا بس خدوده. وانت اسمك ايه بقى؟ حماسة. حماسة؟ وعندك كام سنة يا حماسة؟ سكس. نو سكس. نو سكس. نو سكس. سكس. نو سكس. لصمت الباب مؤقتا. اوكي نسيت اعرفك بالاسره الكريمه، ده بقى عبد المنصف. اه هاي، اهلا. نايس تو ميت يو. ودي بقى اختي ابتسام. هلو. هاي. ايه ده ايه يا عم، انت هتعمل ايه؟ ابوسها. تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اوكي احضنها يعني من غير ما ابوسها؟ يا عم لا تحضن ولا تبوس، ده ايه الليله السوداء دي؟ ما تشوف صاحبك ده يا عم سعيد عايز تبوس مراتي ده كمان. يا عم مصر احنا هنا مش في امريكا، هنا ما فيش الحاجات دي. وات؟ فيش هنا احضان ولا بوس؟ لا طبعا. انتوا ازاي عايشين كده؟ نسيت اعرفك بقى باللمده الصغيره، موسى اختي. من بعيد ولا بتتباس؟ بتتباس. اوكي هاي هاي. انت بس هنا اللي بتتباس سعيد؟ خد يا ابتسام حته اللحمه دي. لا يا ماما انا مش عايزه. لا خلاص، اصل انا زهقت من اكل اللحمه، انا هاكل لقمه بملوخيه. خد يا ماما حطي لي شويه رز. حاضر يا حبيبي. كمل يا مصر كمل. اوكي انا مش عندي معلقه، بس ممكن معلقه؟ اه اتفضل. ثانك يو. بس يا سيدي، وبعد بقى ايه المظاهره ما خلصت بفتح عيني كده لقيت نفسي مش شايف غير نقط سودة بس. انت ان شاء الله ناوي تقعد هنا لغايه امتى؟ ممكن اجوس؟ يعني اول ما انظف الشقه بتاعتي هامشي على طول. لا قصده هنا في مصر. اوكي ثانك يو. والله سعيد انا كنت عايز اقعد على طول، بس طبعا بعد اللي حصل معايا ده انا هعمل الشغل بتاعي وارجع امريكا تاني. ده قرار صح جدا على فكره. يا صحيح انتوا عايزين مني كام فلوس؟ اخص عليك يا مصري، عايز تدفع تمن قعدتك معانا؟ يس نعم. مش باكل وهاكل وهشرب وهنام يعني؟ انا لو جيت لك امريكا هتدفعني تمن قعدتي؟ اكيد. طب يا سيدي خلاص، مش هناخد منك فلوس، وانا لما اجي لك امريكا ما تدفعنيش. ماشي لو انا قاعد. ناوليني يا ابتسام طبق البسبوسه. كل يا مصري. اوكي خد يا حماصه طبق البسبوسه ده تنزل لام عبير، بس اوعى تدب صباعك فيه، وبعدين تعالى كمل اكل. ياه واو، ايه ده؟ مش ده الشخاف؟ اسمه خشاف، لا من خشاف ولا من ديري. ممكن اخد منه؟ لا طبعا خده كله، انت بعد اللي قلته لحد ما يمد ايده عليه. اوكي بعد الملوخيه بقى بعد الملوخيه. قوي قوي الملوخيه دي. ده انا اللي قطفتها وانا اللي خرطتها وانا بقى اللي شهقت عليها. ايوه مين بقى اللي عملها؟ كنتش مصدق ان انا ممكن اخد شاور. افتح سعيد. الله اكبر. اوكي يس. يا هاي نوسة. ايه مالك يا نوسة؟ مالك؟ خش جوه. خش جوه في يا عم انت. ايه ما ينفعش تمشي كده في البيت، البيت فيه ستات. يا انا شفتهم نوسة وابسامة. وانا بعرفك عليهم. عيب عيب. عيب ليه؟ متخلفين. البس اي حاجه بقى، داري نفسك كنت واقف عريان قدامي كده. اوكي اوكي. وشعرك الجميل ماله؟ تلمه. حاضر. اوكي هلمه. اوعدك يعني لو شفت شعرايه بس واحده واقعه في الارض هلمها على طول. اوكي ما
بقول لك ايه؟ نعم. انت الحل الوحيد معاك تتحجب. تتحجب؟ اه. اوكي؟ اوكي. اوكي. صلى على النبي، صلى على النبي. ايه ده؟ مين؟ وانت حماسه. ما تزعلش يا مصر من منصف. اصل ظروفه صعبه شويه. اوكي. اوكي سعيد. No problem. خد دي. ايه دي؟ ملاية؟ دي جلابية ابويا الله يرحمه. البسها هتريحك. هتريحني زي ما ريحته كده. انا اكيد مش عارف انام في الجلابية سعيد. I'm fine. انا معايا حاجة. Thank you. الواحد يعني كان تعبان قوي. قولي بقى انا هنام فين سعيد؟ هتنام على سريري. طب وانت هتنام فين؟ هنام على كنبة منصف. منصف هينام فين؟ هينام في التلاجة بره. What؟ هينام على الكنبة اللي بره. لا سعيد انا كده لخبطت كل حاجه. بليز لو سمحت انا خليني انام على الكنبه وانت نام على سريرك. اوكي؟ طب هقول لك احنا نجيب حماصه هنا وانا وانت نام على السرير. ليه انت هتصاحبني؟ قصدي يعني يعني انت هتصاحبتي الجيرل فريند بتاعي يعني. لا سعيد اوكي انت نام على سريرك وانا لا 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 مصري بليز. لا 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 ورحمه ابويا ما ينفع. بليز انت نام على سريرك ورحمه. رجلك كبرت قوي سعيد. ها مهم القعده. لا التانيه دي كبيره من يومها. صحيح. هو انت بتشتغل ايه يا سعيد؟ عواطلي. ومبسوط فيها؟ اهي اللي موجوده. ما هنا تسال المهندس كان نفسك تطلع ايه؟ يقول لك دكتور. ولما تسال الدكتور يقول لك محامي. مفيش حد هنا بيشتغل اللي هو عايزه. وانت كنت عايز تكون ايه اصلا يا سعيد؟ طيار. هو مع اني ركبت الطياره مره واحده في حياتي. وكنت مرعوب. رحت عامل فيها بتخنق وبموت كده. بس انت كده مشلول مش مخنوق. حركات مصريين. طيب واشمعنى طيار بقى؟ عشان الطيارين المصريين احسن طيارين في العالم. You know what؟ ده كلام بيقولوا المصريين علشان يصبروا نفسهم بيه، انما هو خرافات. زي ان الراجل المصري يروح اي مكان في العالم كل الستات تموت فيه، او زي مثلا ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. او شيت. هو كده يعني ممكن ده اذكى طفل في العالم؟ ايه ايه يا حماسه ده؟ انت ده انت بتقول لي ليه كنت بترفض وانا عرفت فهم منك. انا استنى يا حماسه. استنى يا حبيبي استنى السندوتشات. جبنا نست ولا بيت؟ الاثنين يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. خد يا مصر. يمكن تحتاج حاجه. ثانك يو. انا فعلا مش معايا فلوس. اول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول. ترجعهم لي ده ايه؟ ده انت زي سعيد ابني. هو سعيد مش بيرجع في الفلوس؟ ربنا يرزقك ويرزقه. اوكي. مع السلامه. ثانك يو. سي يا. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعه. اتفضل. هو سعيد اتفضل فين؟ احنا متاخرين. يا عم الكلام كده وخلاص. عزومه في المراكبيه يعني. اوكي. ايه ده مش دي السكوتر بتاعت باباك سعيد؟ هي. هو مات وهي لسه عايشه. صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا فاروق. والنبي عايزك تجيب غالي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا رب يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده؟ انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. هات. ايه ده ايه ده ايه ده سعيد؟ ايه ده بتعمل ايه؟ ده الكتاوت. كتاوت؟ تقصد الكتاوت كده بالطوبه سعيد؟ يا عم ماشي بالبركه. ازاي بتعمل كده؟ دي مستحيل تشتغل. انت اكيد بوظتها سعيد. نو واي تشتغل. اشتغلت. واو ازاي كده؟ اجري يا عبي اجري عشان الحق سعيد. سعيد سعيد استنى. كويس اني لحقتك. خد عبير معاك عشان الكروس المدرسه فاتها. ها عشت يا اخوي. خلي بالك منها واكلها. انا الاثنين يا معبير. ايه ده ايه ده سعيد؟ الكلام ده حقيقي ولا عزومه في المراكبيه؟ عزومه مراكبيه يا عم. ما البنت ركبت اهو. طب انا اركب فين يا عم؟ بسمه هنا بكافي 100. اركب وسعت لك اهو. بس كده قال لي اجري يعني مش قانوني كده سعيد. يا عم خليها على الله. حماسه امسك كويس. ها امسك كويس لحسن تقع. حماسه. شفت كان عندي حاله لما قلت لك خد بالك هتقع. السفير بعت للجهات الامريكيه هناك. مظبوط. اعتقد ان الموضوع هيتاخر شويه. اوه شيت. المشكله ان حضرتك خرجت من امريكا بالباسبور المصري.
من غير ما تثبت فيه الجنسيه الامريكيه. فبالنسبه لهم حضرتك ما خرجتش من امريكا ولسه هناك. والله انا لسه هناك فعلا. طب وانا عايز ارجع ليه لما انا لسه هناك؟ انت عارف الموقف بعد احداث 11 سبتمبر، وخصوصا انك من اصل عربي. عموما سيب رقم تليفون نقدر نوصل لك عليه. اوكي 012 ايه؟ مصري عملت ايه؟ قالوا لي هنبقى نتصل بيك. طب ايدك معايا ايدك معايا. هو صحيح اللي بيترفضوا في السفاره دول ناس زباله؟ طبعا مفيش حاجه اسمها ناس زباله سعيد. امريكا مش بتفكر كده، دي حجه بس بيطلعها الناس اللي هم بيترفضوا. اصلي اترفضت 3 مرات قبل كده. عشان انت زباله يا سعيد. انت ازاي تعمل كده في الشارع؟ معلش اصلي كنت محصور ومفيش حمامات في الشارع. دي حجه بيطلعها الناس الزباله اللي زيك. ازاي تعمل كده في الشارع؟ Are you crazy؟ معلش يا مصر معلش. ازاي كده؟ انا فعلا مش مصدق مش مصدق. ركب ركب ركب. ايه ده ليه بيشخبط في الباب بتاعنا ده؟ ده النجار. اوكي النجار هنا عندكم شخبط عادي؟ اوكي شخبط هنا شويه. واو ذيس از اميزنج. اوه بسم الله عليك. I'm fine. ايه ده؟ ليه عملتوا كده؟ ده طلع منها كميه تراب رهيبه. انت مين؟ انا نوسة. وايه كده ليه عجزتي نوسة؟ خدي ام سعيد اديها بدي كده ممكن ترجع شباب تاني. ايه ده؟ كده لبخت الارض؟ اتفضلها ابونا عشان نقدر نخلص قبل الفطار. يلا اتفضل. ايه ده؟ لحم وفراخ وحمام. ايه ده كله صحيح؟ هو احنا مش هنفطر بكره ولا ايه؟ مش عندنا ضيف. وبعدين هو فين؟ ده المغرب ادى. مش ده المغرب ده انا سامعه. عنج جدا. ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ روح البس حاجه عشان تاخد برد. برد؟ هو اللي همك انه ياخد برد؟ روح البس حاجه قبل منصف ما يخرج من الحمام. هو منصف ده انا نسيت. حجبت زي ما انت قلت لي اهو. ها المهم يبقى على اقتناع الشومين وتخلعه. مبروك. اول نسلم بقى. ماما عايزه لكم الطبق ده. يو عايزينك الطبق ده. اه صحيح مش الطبق ده كان برضو المره اللي فاتت كان هنا ونزل تحت باين صح؟ الطبق ده طالع نازل من اول رمضان لغايه ما نسينا هو طبق مين. طب ممكن واحده؟ لا لا تسد نفسك كل الحمامية دي الأول وبعدين هديك واحدة. أنا الحمد لله شفت يا أم سعيد. أنا حمام تحفة تحفة تحفة. أنا هقوم أغسل إيدي بقى. أنا جعت تاني أصلي الحمام بيجوع أوي. فين؟ فين النوم؟ لا لا جع تاني. الحمام بيجوع جدا أوي. رمزي ربنا يخليك بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي. حب اعرفكم شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ اه هنروح دلوقتي بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها؟ عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي الموتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبه بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده احنا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز صاحبي واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد يا كابتن. يا كابتن سيبك منه خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بس والله انت بقول لك ايه؟ تعالي بقى انجش بقى احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. خدي بس قول ايه يا ست في ايه؟ ايه الحق لنا ميدو وحشتني. اهلا اهلا بعالم سمسم معاك ربنا. اه رمزي وحشتني ده بقى مرة 2 اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شويه. انت كنت فين امبارح؟
ايدك ايدك والشحن وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش السلندر. وش السلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه. عربيه ايه وبتاع ايه؟ ماشي يا ميمي، على طول كده كاسفني. ايه الكاسفه في وش السلندر يعني؟ ده وش سلندر، بقول لك عندنا امتحان. طب غور بقى. النهارده الامتحان الشفوي، كل فني فيكم قدامه تلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل، لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنضفه. عايز مهاره في الفتح، سرعه في التصليح، جوده في التقفيل، فتنس في التنفيض. اي فني هيعمل اي مخالفه هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقه وحلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟ فاهمين. دور. ليلى. ليلى. معاكي مفك صليبة. بتقول ايه؟ ها 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 ها. بيقول لي عاكي مفك صليبة. بصي في التلفزيون بتاعك وانا طلعت برا. بصي. وانت يا استاذ هتلبسلك التلفزيون في البلطو بتاعك. في فني من غير عدة، في جندي من غير سلاح. هالصوت اسف ايه وبتاع ايه؟ لازم العدة. كله يبص في الجهاز بتاعه. كله معايا طقم مفكات حيواني عليه مشترك هديه 50 جنيه. ماشي شاريهم من عند مشمش اللي فارش بره. ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تجيب 15. اخر يعني كف كده في اللجنه دي وممكن اسيبها لك واخلع. اقعد اقعد عربيك. كف اقعد. رموزه رموزه. كلمت لي بابي؟ كلمته. طبعا اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستوى تعجيزه كهربيه في البلد، وعلى فكره هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمه بعد اذنك. دلوقتي انا مش فاهم حاجه في الليله السوداء دي. جايب لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خلاص خلاص. خد المقاومه دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. البساطه دي سلمنا على بابي. ماشي يا عم، ما اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى يا لولا، ليه المعامله دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. بحبك. انا مش مصدقه نفسي. مصدقه نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني فك صليب لحسن، فيه مسمار طول كده الوز مش عارفه افكه. حصل قول كده مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ متقلقش ده ماس صغير كده واحنا في الامتحان. مين اللي فندي ده؟ ده زميلي يا بابا كان بيوصلني. ليه؟ العربية جاية لها حاجة؟ عطلانة قدام المعهد. ما انا قلت لك 100 مرة ما تركبيش العربية دي، ما تعلميش قيمتها. يلا اتفضلي اتفضلي من قدامي.
اي خدمه تاني يا عمي؟ انا عايز منك خدمه. عينيا الاثنين يا عمي. مش عايز اشوف وشك تاني، مفهوم؟ الله الله. مش عايزك توصلها تاني، مفهوم؟ احنا ناس محترمين. ما انا قلت لها انزلي على اول الشارع، هي اللي ما رضيتش. ما تبقاش تسمع كلامي. يلا يا اخويا، يلا يلا، مع السلامه. عليا. تكرم يا عمي، تكرم عشان خاطر بنتك. ماشي، شكرا شكرا يا ابن الاصول، مع السلامه. طب عشان الموتوسيكل بس شويه كده. اتفضل. ازيك يا عم ابراهيم؟ ازاي؟ خد دي الاوردرات بتاعت النهارده، خلصت شغلي كله، عايز مني حاجه؟ سلام عليكم. استنى، باشمهندس سام اتصل وزمانه جاي وقال انه عاوزك. عطلني يا عم ابراهيم، يا عم ابراهيم ابوس ايدك، انا فاضي ما عنديش حاجه، ما تعطلنيش اكتر من كده. انا عارف المهندس سام عايز مني ايه، عايز نروح صيانه المركز الثقافي والسفارتين، لما يجي قول له ميدو راح. سلام بقى. حامد ما تودينيش في داهيه يا حبيبي. حامد؟ ميدو؟ ميدو حامد ده ما حدش يعرفه غيرك انت هنا في الشغل وابويا في البيت. وبعدين يا عم ابراهيم قلت لك 100 مره ما تقوليش حامد كده قدام الناس. ناس مين؟ هو ده يا ولاد. اوكي. الو؟ ايه وائل؟ لا يا حبيبي مش هقدر اشوفك النهارده، مشغوله. ايه يا حبيبي؟ بقول لك مشغوله، يلا باي. حسبي الله ونعم الوكيل. كيف تعملوا جمالات؟ مش عايزه نفس. قومي افتحي الباب. حاضر. يلا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ ميدو. استاذ ميدو؟ بتنادي عليا انا استاذ ميدو؟ انا ميدو وزفت. مين يا جمالات؟ ده الاستاذ ميدو صاحب استاذ رمزي. خليه يتفضل. اتفضل. اتفضل فين حضرتك؟ اتفضل جوه. لا معلش معلش، عشان خاطري يا رب ربنا يغفر لك كل ذنوبك، سيبيني اجري. ما تتفضل يا استاذ ميدو. طب اتفضلي حضرتك الاول، اتفضلي. اتفضل ما تخافش. حاضر حاضر حاضر. رمزي يا رمزي يا رمزي رمزي. هدى هدى انت كويسه؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب، بلغتي البوليس ولا لسه؟ ايه في بوليس ايه وبتاع ايه ده؟ بس انا برسم. ترسمي يا شيخ؟ حرام عليكي، ده انت وقعتوا قلبي. جبلات احترمي نفسك وانت بتموت. حاضر يا ست هدى. هيبقى عمل عظيم ان شاء الله. ايوه. دي لوحه صح؟ لا ده غلاف كتاب. غلاف كتاب؟ كل ده غلاف؟ ده على كده كتاب كبير قوي. الموت الاخير موجود في السوق، قريته؟ لا الحقيقه انا قريت كتاب الموت اللي قبل الاخير على طول. وهو كتاب مرمي كده في السوق عريان من غير غلاف ولا ايه؟ اصل الغلاف مش عاجبني، قلت الم كل الكتب اللي في السوق واغير غلافها. هدى ما تسيبك بقى من بيت الرعب اللي انت عايشه فيه ده. انا عايز اقولك ان انا جايب لك هديه صغيره كده. مش معقول، بس انا عيد ميلادي بعد بكره. ما انا عارف ان عيد ميلادك بعد بكره، ما هو رمزي عزمني على عيد ميلادك. دي هديه ملهاش دعوه بهديه عيد ميلادك، ده اخر فيلم نزل للمطرب فان دام. يس زي ما ولا حركه. البت دي هتموت محروقه رسمي.
ولا حركة. يا رمزي رمزي ما تسيبوش ده ما تسيبوش ما تسيبوش فين الباك فين الباك خبر السور عميقة حلقة الدم اللي احنا فيها دي بس نورم ايه ده التعبيط ولا ايه بتعمل ايه في راجل مرعب قاعد مع هدى تحت وانت قاعد تتفرج على الماتش طب وايه المشكلة يا عم يقعدوا مع بعض افتح التلفزيون ابوس ايدك يا بني ادم ازاي تسيب الراجل ده مع اختك لوحدهم يا عم مش لوحديهم جمالات قاعدة في وسطيهم جمالات مقتولة مش داريانة بالدنيا وبعدين الشيطان شاطر احنا على قلبة الأدب يا عم هات ريموت كنترول هات ريموت كنترول يا اخي ده انت قتم خرع يا اخي انت حاسس انك بتلعب في الماتش شادي مش هتطلع يا شادي مش هتطلع مش هتطلع بابا ايه ده لا بقول لك ايه ما انا مش هعرف انام في الرعب ده وبعدين انا ما بحبش الكوره ثالث اعمل لك ايه ما تسد ودانك يا اخي اسد وداني كده رمزي واضح انك هتذلني يعني عشان حبات عندك ايه يا عم انت هتعيط ولا ايه انا هسيب لك الاوضه واروح اتفرج في اوضه تانية عيد عيد ارجع ورا شويه اقلع النضاره بس اوكي فعلا لو مشينا بالطريقه دي كده سته كده في سته فعلا ممكن خمس دقايق نخلص ونمشي على طول نخلص ايه ده طابور الاسانسير ايه اسانسير انت متاكد اي خدمه سعد الباشا بامان الله بامان الله ايه ده ما تقلقش قلت لك كمبيوتر خمس دقايق وهنطير تعال نشوف ده اتفضل يا سعاده الباشا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل 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 يا باشا شو قلت لك انا معايا الاستماره البطيئه بس انا مستعجل اوكي وعايز اعمل الرقم الكمي ده كومي كومي حاضر حاضر من عينيا يا باشا ثانك يو بس الورق ده مش كامل هتكمله ولا هتشربنا شاي اوكي اوكي نشرب شاي بس انا صايم فانت عايز تشرب شاي اوكي سعيد شوف هات لي شاي بس كم معلقه سكر خمس معالق في 20 واو 100 معلقه ده ايه حصان شاي يعني فلوس رشوه يعني رشا اوكي اوكي فهمت فهمت طيب يعني هنا كله بيدفع رشا ولا انا بس اللي هدفع قصده يعني بما يرضي الله انا هنا بشتغل من الاول بما لا يرضي الله اخلصك ولا تحب تقف في اخر الطابور بما يرضي الله بكام رشا 100 جنيه فين بما يرضي الله اتفضلي يا هاني سلامنا للباشا بامان الله مع الف سلام الله ايه العرق ده بس لا بتمطر في اول الطابور مطره المطره خير اهلا وسهلا اهلا وسهلا يبقى عايزين بقى يا حبيبي شهاده الميلاد متقلقش تخلص في خمس دقايق سلم على بابا وماما مع الف سلام خش بقى مصر مش ممكن تعتبرني واحد من العيله دي هات لي بقى شهاده الجيش متقلقش يا مصر خمس دقايق ونخلصه الجيش الجيش عايزين بقى من حضرتك اربع صور اربعه في سته تكون ودانك الحلوه دول باينين فيهم ها وانا اتصور فين بقى دلوقتي عم هلال طبعا بقولك اتصور مش الطاهر ما تقلقش هم ايه دي سعيد خدودك ليه بتهز كده تقريم 10 دقايق كده واو اوكي تمام ام ريدي عم هلال بليز وداني لازم تبان اوكي اللي يعني انا لو هرتكب جريمه هرتكبها بوداني اهم حاجه في الصوره انك تضحك اضحك استنى يا مصر انا عايز اخد صوره معاك دي هيعوزوها في البطاقه اتفضل ادي اربع صور اربعه في سته وداني مطرطره فيهم عندنا بقى ضامن يا حبيبي يلا 9 8 واحده واحده يا مصر ده انا بمضي ضامن ودي مسؤوليه كبيره اوكي خلاص خلصت هو 9 وين اوكي ايه ده ليه كده صورتك عامله كده في الرقم الكومي ليه شكلك فظيع كده ما صور بطايق المصريين كلها بالشكل ده بس العسكري بياخد الصوره على سهوه ليه هو عسكري واحد بيصور المصريين كلهم شكلك فظيع بلاش حاجه في حد دي بس صورته شكلها عامل كده ايه ده بلاش حاجه حد يتصور كده بالشكل ده فاضل حاجه واحده بس
المؤهل الدراسة. ده ممكن نلاقيه عند عم هلال. لا ده بقى نلاقيه في المدرسة. خمس دقايق وهنخلصه. بس بقى. أوي. زمان الشاي غالي. تلات معلقة سكر ولا أربعة؟ لا لا لا. حط لي معلقة واحدة سكر برا، أوكي؟ اوعى بس سنين. قلت لك مليون مره جيبه دي ما تلبسهاش. ما بحبش حاجه ضيقه. ده انا لابسها لك. يبقى هي المصيبه اللي لابسها لي. بصي طول ما انا في البيت لا جيبه ضيقه ولا بادي ولا بنطلون جينز، عايز ذكر قدامي. الشاي حرام عليك. على طول كده بيتخانقوا مع بعض. طيب ما يتطلقوا. يتطلقوا ايه بس؟ دول بيحبوا بعض قوي. طيب ما يجربوا يكرهوا بعض شويه، ممكن يبطلوا خناق. دول كانوا متجوزين ودلوقتي بقوا في حكم المخطوبين. بعد جوازهم بست اشهر في بيت امه، اخوه اتنصب عليه في مقدم شقه زي بليز، اوكي، وراح متجوز معاهم في بيت امه. والشقه ضيقه. وابتسام اتخانقت مع حماتها، راحت امه قالت لها هاتي عفشك وجوزك وتعالى اقعدي معانا هنا في الشقه. ومن ساعتها انا وعبد المنصف وحماصه في اوضه، اوكي، وابتسام وامي ونصف اوضه تانية. ومن ساعتها هما مخطوبين. اوه شت، الزرار ده هيجنني. مش بشتغل، بعرفش ليه. وريني كده اشوفها. نو سعيد بيس، معلش تزعلش، يعني سيدي الكاميرا مايداد جابها لي قبل ما يموت فانا بحبها. انا هشوفها مش هموتها. بليز بس ده انا قلقت بعد بليز دي. هشوفها مره واحده مره واحده. اوكي بس تكير. ها اوكي بكير. حاضر. ايه سعيد وات ذا هيل؟ بقولك الكاميرا مايداد جابها لي قبل ما يموت. قمت تف عليه كده، عليها كده. شيت ايه ده اشتغل. انت بتبص على ايه؟ الماسوره دي اللي خارجه من البلكونه. عايز افتكر كان اسمها ايه. يا زرباب. يا كانت صعبه قوي. الزرباب ده انا عايش في زرباب قوي. اسمها مزراب. مزراب. كل عينب. كل صدقني انا افتكرت بقى حاجه بمناسبه العنب ده. فاكر لما كنا بنرمي عنب على الناس ويشتمونا؟ بابا تعال نجرب. اوكي طب استنى استنى ناخد واحده بايظه. اوكي اوكي ريدي. يا كلها الحال دلوقتي اتغير. دي بايظه. هي فعلا بايظه. كل كل اكل ايه بقى؟ اكل ايه دلوقتي؟ وانت ليه بقى مش اتجوزت انت وميرفت سعيد؟ هتجوز مين يا عم؟ دي عقبال املتك بقت مدرسه انجليزي وموسيقى في المدرسه بتاعتنا. انتوا عندكم مدرسه؟ مدرسه ايه يا عم؟ المدرسه اللي كنا فيها واحنا صغيرين. اوكي اوكي. يا يا طب يعني انا مش فاهم برضه، يعني هي بقت وحشه لما بقت مدرسه؟ بقول لك بقت مدرسه انجليزي وانا يا دوبك معهد سنتين والعلام بيحب العلام. اوكي اوكي يا جارد. يا 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 يعني انت سعيد فكرت وقررت ان هي مش ممكن ابدا هتبص لك يعني ومش هتحبك من غير حتى انت مش ما تقول ما تقولهاش ما تقول كده الحكايه دي؟ انا متاكد انها لا يمكن تفكر فيا. اوكي سوري سعيد ماما. يا اسمك ايه يا ماما؟ نادية. نادية يا كانت فادية بنتي بنتي. ميرفت. يا سعيد سعيد يا شباب بطيخة سعيد. العجلة بتاعتي دي
يا هورسيز فين؟ فين عجلتي دلوقتي؟ ها سعيد؟ اوه ايه سعيد الكتاوت برضك؟ طب اجيب لك طوبه. ها مش هتشتغل بالطوبه ده اصله المرش. طب اجيب لك زلطه. ها اسكت بقى يا مصري. ها ايه الاخبار يا سعيد؟ بس يا ولد مصيف. مصيف انا كنت عايز اقول لك حاجه. انا سمعتك انت وابتسام وانتوا بتتخانقوا اوكي، بعدين انا حاسس ان انت سابق المشكله اللي هي حقيقيه ومخلياك نيرفز وكده وبتتخانق على متاهات. متاهات؟ سوري اقصد تفاهات يعني. انا عارف كويس انت وابتسام عايزين يعني هو دايمين انتوا انتوا تلعبوا عريس وعروسه يعني مع بعض اوكي، انا فاهم تمام. فعشان كده انا لقيت حل اوكي، لقيت حل لانه انا عارف المكان فوق مش هينفع، ولو عملتوا كده مع بعض كلنا هنبقى عارفين طبعا. يو ايه ها اوكي. عشان كده انا لقيت حل. ايه رايك انت تاخد ابتسام وتسافروا، تروحوا باريس، تروحوا سبين، تروحوا هواي. انا فكرت في كده فعلا. ريل جود. هي امريكا علمتك الهبل والبجاحه. اي مان ما تركزش قوي كده صدقني، بس اسمع مش احسن ما تستنى كل يوم اربع تتفرج عليها وهي بتمسح في الارض؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ سعيد قال لي. سعيد يا ده قال لي القهوه كلها. قال لي القهوه. انا هو بهزر معاك. سعيد كده واحنا بنتكلم فوق قال لي يعني من غير ما يقصد. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال ومن غير يعني من غير نرفزه وهدوء شديد جدا يعني. انت مال امك؟ سوري انا مش فاهم الجمله بس ساوندز لايك شتيمه يعني. لا شتيمه لسه جايه. كلمه واحده كمان وهذكر الست الوالده بافظع الشتايم والاوصاف في امريكا وفي مصر. اوكي اوكي. طب ممكن توسع كده عشان اروح الشغل بقى؟ انت شغال هنا؟ انت اتحلفت علينا من اني داهيه. صباح الخير يا سعيد. لا بقى ابو عبير خدي حماصه في ايدك. تعالى يا حماصه اجري يلا. سلام اخويا. باي حماصه باي. طب كده يعني حماصه لا احد يوصله، احنا مين يوصلنا بقى؟ اتوبيس الشعب بقى. يلا بيتك رايح فين؟ سعيد سعيد تعالي تعالي. اه خش خش. يا نهار اسود تعال تعال تعال. خش خش واحمي ظهرك احمي ظهرك. اوكي اوكي ويت. سوري بس مش عايز لاي حاجة امسك فيها. ايه ده استاذ ده؟ ايه يا استاذ ده انت؟ انا بس لو اعرف الف لك. اوعى تلف له ليبوسك في بقك، ده المتحرش الرسمي بتاع الخطوة ده تقريبا. وات؟ نو نو نو. ايوه مصري انت كويس؟ ها انت سليم؟ ها استنى يا عم. انا بقى تشرب ولا انت صايم؟ انا صايم انت سليم؟ حرك ايدك مش تنشف كده. ما انت اللي غلطان يا مصر، المفروض تنط مع اتجاه الاتوبيس مش ضد اتجاه الاتوبيس عشان قوه الدفع بتاعتك ما تقبش. خلاص يا سعيد هو انا هعمل دكتوراه في النط؟ خلاص مش راكب تاني اتوبيس. مدرستنا اهي. صحيح ايه ده؟ مدرسه النيل. يا الله مش النيل كان هنا؟ ايه انت لسه فاكر؟ ده دلوقتي في عمارات طلعت وزحمه. ميرفت شغاله هنا. شغاله؟ مش انت قلت لي يا ابني انها مدرسه مش شغاله؟ شغاله مدرسه هنا. اوكي اوكي. مدرسه النايل. يا اور سكول. ايه رايك؟ شفت المدرسه بقت حلوه ازاي بعد ما جددوها؟ قصدك هببوها. جددوها ايه؟ دي بقت تقرف. ليه عملت كده؟ والملعب ده مش كان كبير جدا؟ ده بقى صغير قوي. طب بقولك ايه، انا عايز اروح الحمام.
فين هو؟ اخر الطرق، روح لحد ما حضرتك النظر يصحى. ليه هو مستخبي؟ نقول له ايه؟ ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني، ثانك يو فيري ماتش. هي هي اكسكيوز مي، هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ اوه شيت. طيب خلينا بس في فيري الاول. انت مين؟ انا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. اجين اجين؟ لا انا جاي لك. لا لا انا عايز اعرف مين حضرتك وازاي تدخل عليا كده كلاس. كيلاس ايه؟ مفيش حاجه اسمها كيلاس. كيلاس يعني ده كيلاس وده كيلاس وده كيلاس، دول كيلاسات. انت بتعملي غلط. لا صح. اوكي لو صح اتفضلي قولي. قولي كده فايبريشن. فايبريشن يعني هزاز يا ولد. طيب قولي بقى كده اخر حاجه يعني فايكنج. فايكنج فايكن. ده انت فايكن نص عمرك. ابله ميرفت ميس نيفين بتقول لحضرتك وفي بروفا النهارده. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ روحي يا ورده قولي لينفين قبل ما يفك بتقولي انها في الانجليش فله فله فل. استني يا ورده قولي كده فيري ماتش. فيري ماتش. انت بتسقفي على ايه؟ انت نشرتي المرض كله في المدرسه. ازاي تعملي كده في الكيدز؟ ازاي؟ انتوا اتقابلتوا؟ مين دي؟ انت تعرفها يا سعيد؟ ده مصر العربي. انت مش فاكرها؟ دي ميرفت. دي ميرفت؟ مش عايز افتكرها. كفايه انت فاكرها. اوكي دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد. سعيد مدرسة انجليزي. هي دي اللي بتعلم حماس اخوك. شفت سد معاك ازاي؟ يا سيكس سيكس. انا رايح الحمام يا سعيد. الفستير مغلق عشان بيصلح. فظيع في الانجليزي فظيع. اوكي اوكي اوكي. ما تزعليش من مصري، اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي. اه عشان كده اتنشن. طب هو جاي إقامة ولا جاي في ستور؟ قلتي جاي إيه؟ قلتي إيه؟ نزل إيدك. قلتي يا إنتي؟ الشاكت الشاكت. شاكت إيه؟ طبي قلتي طبي. سو نو ما تتكلميش خالص إنجليش. قلتي أنا جاي ليه؟ طبي هو سعيد. لا مش حسابة سعيد، مش حسابة سعيد. مصري طبي. أنا جاي هنا أنا في ستور. قالت صح في ستور أنا سمعتها. في ستور أنا جاي في ستور أنا. أنت قليل أدب. هو سعيد لا تهنت هنا في المدرسة، أنا رايح الحمام. في ستور شت شت. لا 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 مستحيل. الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي، لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه. انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخي. الله يكون في عون حضرتك. يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 مفيش حاجه. ده الشاي اهدى بس اهدى. عندي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه يا عيل؟ روحي اوضي كده اسمه كلام. لا لا معلش 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 معلش. ها يا سيدي حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات، انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش، وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على امكانيات، يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. مال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه، كسبت فنان مبدع. رافض ما تفرقش معايا، مش اول مره ترفض. يا سلام بجد. رد 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 حاضر رد بسرعه رد رد. الو
اه يا عزوز الراجل تمام براب. انا في البيت اه لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه وطني صوتك ابوس خلاص اوكي اوكي انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوظت العربيه وفجرت التلفزيون اسف يا بابا ما كانش قصدي اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان وطي صوتك وطي صوتك انت مالك انت مين ده اكيد صاحبك وفزان زيك لا يا بابا ده واحد ملمس خالص ملمس يعني ايه فظيع فظيع احترم نفسك بدل ما ميت ايد عليك ده اعصابه تعبانه قوي اعصابه تعبانه على روحه يا بابا مش عليا انا ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده انت مش موافق انت بره 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 انت موطي صوتك موطي فظيع ليه كده ليه كده ليه انت بتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي يا بابا انا فاكر خرجت خرجت بتطردني من بيتي يا ولد لا يا بابا انا ما قلتش كده اسف انت بتوقعني في صدري ما هو اهو اسف دماغك ايه يا بابا مش تضربني من دماغك ده انا هقطع لا لا بقى وطي صوتك بقى ارجوك وطي صوتك انا هوريك خد خد اقطع مين دلوقتي يما كفايه اكل خضره بقى مش الدكتور قال لك خف منها يا اخويا ده عيالك سودا يا اختي قبيله غلط يا اختي يا بطة يا اختي بقول لك ايه يا عزوز إيه؟ شفت لك مرام اسمه زي وشك هتتجوز يا واد انا هتجوز ياما اه وهتبقى مين العروسه بقى ايه رايك في نادي اخت ميدو بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي ليه ما انت معاك دبلومه قد الدنيا ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين شوف لي انا الموضوع ده المهم انت موافق عليها طبعا موافق ياما نهد بنت ناس وطيبه ومتربيه وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف وانا مش ناقص حرق الدم مالكش دعوه ربنا يسهل يعني هتساعديني ياما منين يا حسره ياما ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها وما صرفتيش منها حاجه عشان الاخضر زرخاصي ده معايا منهم مليم احمر طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه ايوه ياما بس محتاج لمساعدتك برضه خلاص لما يوافقوا الاول يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي يا قادر يا كريم يا رب ماما بتتكلم يا واد بتتكلم انت يا ماما ما تتكلم يا بابا اتكلم اقول ايه انا فاهم حاجه في امانه عندكم وجايين ناخدها امانه ايه انت عملت ايه يا واد تاني والله يا بابا ما عملت حاجه امانه ايه يا اما بس انت جاي تفك وديعه عم صابر يعني الامانه دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني وانت عرفت ناهد امتى انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنه مش عارفها ازاي ما خدتش بالي منك خالص مالكش طله والاستاذ شغال فين في الكشافه لا يا عم ده انا ضابط امن اه وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريق كلامه والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده القرشين دول يستروا اختك في الجواز او حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول تقلب ايه يا ريلي بهزر يا بابا بهزر والله بهزر يلا ارجع حاضر حاضر عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد راي نهدي الاول ادوني فرصه افكر ¡Gracias!
كل سنه وبنت حضرتك طيبه يا فندم. طال عمرك يا استاذ. اقدم لك نفسي طلعت عبد الله اكبر مشرفي معهد الكترونيات ولا سلكي مع رمزي يعني. طب ثانيه واحده. واضح ان حضرتك مش عارفني ولذلك سبتني ومشيت مع اني عرفتك بنفسي. انت عايز مني ايه يا رمزي؟ رمزي ايوه بابا. رموز اكلم بابا بسرعه. اقدم لك الاستاذ طلعت. طب يا سيدي اعمل ايه يعني؟ تشربنا بابا شغلوا اي حاجه. رئيس مجلس الاداره، مدير الشركه، نائب مدير الشركه. ما تبنوا الشركه احسن. ايه الكلام ده؟ بقول لك ايه؟ وتعلمها بكره مستحبها كده. شكرا. مبروك مبروك. في ايه؟ طالما بابا عمل كده يبقى مش هتشتغل خالص. يسمع ببقك ربنا. شكرا يا مرموزه. بقينه عبيط ده ولا ايه؟ سنسوال هما بيبيتو سنسوال سنسوال هما بيبيتو مش تاكسي هما بيبيتو مش تاكسي. هدى انا ميدو. هاي كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. نسيت اعرفك ميدو صاحب رمزي. اهلا اهلا اخوك وائل الباي فريند بتاعي. وباباك يعرف الموضوع ده؟ لا طبعا. قلت ايه؟ مش وقت الكلام ده بقى. تعال معايا عشان خاطري. انا مش عارف ازاي انت تفكري في الحاجات دي. يلا تعالى يا حبيبي محدش واخد باله. مش وقته وازاي بتفكري في الحاجات دي؟ يا راح تعمل ايه مع القطه ده؟ فنجانك انهي فيهم ده؟ دي القعده اللي انتوا جايين تقعدوها. ان بعض الظن اسم. هاي استاذ بوي فريند. ايه اللي جابه هنا؟ قدامك طريق واعر وطريق مفروش بالنور. هدى قومي ورقصيك من كلام الفاضي ده. عشان خاطري سيبنا شويه. باين عليه خايف من حاجه كده في الفنجان. اخاف من ايه؟ يعني تكون حاجه كده ولا كده ولا ولا ايه؟ خليك في نفسك لو سمحت. وانت يا ست خلصينا. الطريق الواعر مليان مطبات يا بنتي. ايوه ما انت مش شايفه جسمه عامل ازاي. بتقول ايه يا استاذ؟ خلاص يا عم ما تخنقناش جامد قوي كده. كملي. في تعبان في حياتك ملازمك على طول. مش قلتلك؟ اهو. لا ده انت زودتها قوي. والتعبان ده موجود بيناتكم هنا؟ ما هو هو وائل. عرفناه خلاص. ايه يا خفيف؟ ايه يا تقيل؟ بقول لك ايه، ما يغركش الشياكه اللي انا فيها. انا اساسا معفن. علاجك عندي. طب حاسب لا تتعدي بقى. الله الهديه. لا الهديه مش كده معقول. لا 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 لا. ايه يا استاذ طلعت؟ هاي اتفضلي. ايه يا استاذ طلعت مالك متوتر ليه كده؟ هو ده الاوتوبيس اللي هيودينا العين السخنه؟ ده ما يوديناش اساسا الاشاره الجايه. يا استاذ طلعت ده الاوتوبيس ده رايح جاي على العين السخنه لما ولع. ماشي. وفين السواق بتاع المرجيحه دي؟ قال لي راح يشرب حجر شيشه هناك كده. اهو جاي هناك اهو. هو ده السواق؟ ايوه. كان بيشرب شيشه؟ ايوه. المفروض يشرب جلوكوز. ما هو جايب معاه. ورابط دماغه ليه؟ لا ابدا، اصله اتقلب مرتين امبارح. وجبته ليه؟ لا يا بيه احنا واخدين على كده. القلب ده حاجه عادي عندنا. مش قلت لك يا استاذ طلعت ده راجل قليب جامد. ابقى قابلني لو طلعت رحله بعد كده ميدو. مش لما نرجع من دي الاول؟ لما نطلع ده الاول. والله اوتوبيس جميل قوي يا استاذ طلعت. يا حبيبي يا اوتوبيس. بتبص الاوتوبيس. اوعى التلج يلسعك. اوعى السودا تشلفتك. زوز يا ميدو. الازوز بالنص. لا يا حبيبي احنا متفقين على بعد التلج والمشال وتنشف في مياه خدمه ميدو. اطلع بيع. اوعى السودا تشلفتك. يلا يلا يا اسطى اتفضل. استنى على فين بس يا استاذ ميزو؟ ايه ما انت عارف عايزين زقه. معلش يا اسطى نسيت. يا اخوانا اللي جوه. ايوه ولع الدوز. اخوانا اللي جوه معلش زقه كده معلش. يلا يا حبيبي. يلا يلا مرسي. يلا يا استاذ. يلا اخوانا يلا اللي جوه. ولا والاسى ولا يلا يلا من هنا معلش زقه كده من جوه بسرعه. يلا ايوه احسن شباب معاك. حد ما جاش يا جماعة؟ لا. متأكدين؟ أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. صوت. هنهرد. هنهرد.
احنا طالعين رحله ولا ايه؟ احنا طالعين نستجم. ايه الراجل ده؟ انا حاسس ان احنا طالعين رحله في اعدادي. يا عم ما تقلقش، سيبك منه، احنا اول ما ننزل من الاوتوبيس نعمل اللي احنا عايزينه. انا لو اعرف اللي هو اللي طالع ما كنتش طلعت، بس انا هفكه لك. تفكي لي ايه ورباط جزمه؟ اقعدي. راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ خد الاحداثك من الاوتوبيس. استاذ طلعت. نعم. روق، مالكيش دعوه، صحصح لينا كده. ليلى هنزلك اقرب كمين. طب كلمه مكانك. كده مش عارف ايه ده، ريحه ايه؟ ريحه ايه دي؟ دي ريحه الفسيخ. ايه؟ هي ويه ده واحد ياكل يا جماعه. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ده باص، انتوا ما كنتوش حاطينه في الثلاجه؟ دي احلى حاجه فيه، ريحته حلوه قوي. يعني هو كده اصلا طبيعي؟ وبتعمل ازاي الفسيخ ده؟ ده يا سيدي بيبقى سمك بوري، بنسيبه لما يملح ويسود ويعفن بعد الاكل. ليه يعني هقرف يعني؟ انصف انصف. ايه مان، ممكن نتمشى مع بعض شويه؟ لا. طب ممكن نجري؟ فيها مصر. نمسك مصر. ايه ده؟ مفتاح حظ؟ لا، ده مفتاح شقتي، بس فيها كل الحظ. اوكي، شقه فاضيه. خد ابتسام واطلعوا على هناك بقى وعيشوا. ممكن دانس، ترقص بقى، تعمل اللي انت عايزه هناك. ايه رايك؟ انت عايزني اخد مراتي الست المحترمه الكمل في شقه فاضيه؟ لا طبعا، عيب. اوكي خلاص، خليك في الشقه المليانه يا منصف. استنى بس، انت بتقفش كده الكلام، ماخد وعطى.
تاكل يا مصري. نو ثانكس. انا شبعت بالريحه. اقول لك شبعت من الشيخ. خش على الملوحه مربى. ارجع ارجع دي ميته. ميته تبقى بقى؟ انا بقول لك انت تعالج من اخيرك. دي اجمل حاجه فيها الحته، حاجه تفتح النفس. لا لا انا ما يفتحش نفسي الكلام ده. انا يفتح نفسي كلب ميت يكون منفوخ كده. يا سلام واو. بس اكل قرف. لا يا راجل. كل ده ياكل تبقى مرفوخ. كل انت. صافي. استاذن انا. يلا ابتسام. ايه؟ رايح فين يا مبسوط؟ انا رايح فين؟ عايد على امي. طيب وليه واخد ابتسام ابتسامها؟ ما ينفعش عايد على امي من غيرها، لازم احنا الاثنين نعايد مع بعض كل سنه وانت طيبها وانت طيب. ها؟ الليبيا يا لهوي. يلا لا يشبط فينا. يلا. انا هقوم اغسل ايدي. بقول لك ايه يا مسعين؟ ايوه يا ام ميرفت. يا اختي البت ميرفت استاذ التاريخ اللي معاها في المدرسه متقدم لها وراسها وقالت صارنا ما تتجوز. انا هقوم اغسل ايدي بقى. اقعدي معاها تلين دماغها وتكلميها. انا عارفه ليا مقنعه. ميرفت انا كنت عايز اقول لك حاجه. ممكن يكون في يعني حد عايز يقول لك حاجه بس هو مش عايز عشان هو ممكن يكون انت العربي بتاعك مش سعفك. سبيك انجلش وانا هفهم. ريلي ساوندز جود. اوكي كول. طيب بص ميرفت سعيد he helps everybody okay and he needs someone to help him okay ها فهمتي؟ yes got it. thank god I understood everything. We are very happy in this country. The trees and all everything انا فهمت ان انت سعيد. طب ما تقول I am happy. fuck it go من هنا. ايه ده انت ما اكلتش حاجه خالص يا مصر. خد اللقمه دي نعملها لك بايدي. خد يا مصر. اوه ده بيكهرب. خشي خشي. الحمد لله حد شافنا. ايه ده؟ تلاقي الواد مصري ده طلع جدع بجد. شمع ومانجا منصف وحشتك. وحشتني. اللي كنت قربت انسى شكلك. ما كفايه بقى مصر الدنيا هتلين. مش خايف بطني توجعني؟ لا الفسيخ ما فيهوش وجع بطن. يا تموت يا ما فيش. الله يطمنك بس انا تمام الحمد لله عايش. حلو قوي بس هو ريحته شويه هي المشكله. هي مين اللي بتغني دي؟ دي شيرين ايلين. بس هو معقول لسه حد بيشرب من ميه النيل لغايه دلوقتي؟ ما انت بتشرب منها اهو. هي دي ميه نيل؟ صاحبه ده فرفور قوي. سمعتك يا كلب. اللي بيحصل لك ده من الفسيخ. الميه بتاعتنا زي الفل. ما بتأذيش المصريين. ليه؟ بتشوف بطايقهم الاول؟ انا مش عارف انت مش عايز تروح شقتك ليه؟ يا اخي انا عايز ارجع عندكم. هو منصف فين؟ وحشني وحشني قوي اصلا. منصف الف بعد الشر عليك يا مصري. ثانك يو يا ام سعيد. ثانك يو. شد حيلك يا حمصل وديه شقته. لا لا يا سعيد لا شقتي. لا يا سعيد مش هينفع شقتي. يا عم خلصنا بقى. انت مش فاهم حاجه. ده في واحد هيتفضح لو رحت الشقه. التليفونات بقى ها؟ ايه ده؟ ماله ده؟ انت كنت فين كل ده؟ اصل الحاجه كانت تعبانه قوي. وايه خفت ولا ايه؟ لا زي الفل ده الحمد لله 100 100. طب اوكي طيب تعالى بقى يا منصف لو سمحت طلع لي مفتاح الشقه بتاعتي ها من الجيب هنا. استنى اطلعه لك. لا 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 هو عارف مكان جيبي فين؟ الجيب ده؟ يعني ايه؟ 100 100 100 100. معلش الحاجه خلصت. اوكي لقيته. كان في الجيب اللي ورا. اوكي حطه بقى في الجيب ده. في الجيب ده؟ كده صح كان هديه. ثانك يو ثانك يو. ده انا اللي ثانك يو. ايه ده بس 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 فيري ماتش. بس تي ما شبعتش. بص يلا بالراحه.
انت بتعمل ايه يا سعيد؟ استنى بكشف عليك. اوعى لازم تعمل سونار. اوعى يا بغلي من هنا. اقوم اروح فين انا؟ لا مش انت البغل التاني. اوه حاضر يا ماما. انا بقى عمالك فرخه بحل عشان تتقوت بيها. ايه يا مسعيد فين؟ انت مش شايفه بطني عامله ازاي؟ بصي يا مسعيد بصي، مش لما اللجوم ده ينزل الاول. انا لا يمكن اكل ميه واشرب فسيخ تاني يا بنت. انت شويه هتتعود، اصلك انت ما انتش متعود. هتتعود بقى ويجيلك تناحه وتكسب مناعه وتاكل براحتك. وبعدين كمان انا عطشان قوي. هو انا هموت؟ لا بعد الشر عليك يا مصري، اصل الفسيخ يحب الميه. اوكي خد يا حماسه لو سمحت. روح بقى هات لنا ازازتين ميه، واحده ليا واحده للفسيخ. اوكي من فين؟ من الكشك اللي تحت. يوه هو الفسيخ كان طعمه حلو، مش عارف ايه اللي حصل بقى، فرقع في بطني ولا ايه؟ جالي انفتاخ جامد. عارف حماسة؟ فرق رهيب بين المايه دي وبين مايه الحنفيه. اكيد بس مش عارف طعمها غريب برضو كده، في حاجه غريبه. انت جبت المايه دي منين؟ من الكشك اللي تحت ده. ما طعمها غريب كده ليه؟ ممكن يبقى من الفسيخ بقى. صحيح الباقي خلي ليك حماسة. هي مش امك دي طلعت القمر وحطوا العلم بتاعهم على القمر، صح يا مصري؟ صح. ايوه ليه بتسال؟ طب ازاي بقى العالم كان بيرفرف مع ان قالونا في المدرسة ان القمر مفهوش هوا؟ ازاي بس؟ تعرف ان انا بعد سنتين مش هتوافق بيا؟ سعيد لا ما تقولش كده. سعيد قول لها ولو وافقت يبقى كويس، لان هي كده هتكون مش بتفكر بنفس طريقتك المتخلفه دي. وحتى لو ما وافقتش برضه هيكون كويس. عارف ليه؟ عشان هتبقى انت كسبان ان انت طلعت اللي جواك. صدقني مش احسن ما يجي يوم بترجع تندم وتقول يا ريتني قلت لها؟ بس مين جد سعيد؟ قول لها قول انا بحبك يا ميرفت. سيدي انا بحبك يا ميرفت. سيدي انا بحبك يا ميرفت. اوكي بحبك. لو قولي يا مصر حقيقي. يا هي امريكا حلوه زي هنا كده؟ اوف كورس امريكا فيها حاجات حلوه كتير. بس عارف انا بيتهيالي منصف ان الاختلاف ممكن يكون في الكالتشر. ليه يا عم؟ ما احنا عندنا كاتشب برضو. عندنا ايه؟ كاتشب. اتفضل. بقول لك اسمك منه ركز معايا، انا ده دماغه في البطاطس والكاتشب والهمبرجر. كاتشب ايه يا زعيم؟ بقول لك كالتشر. بس عارف يعني هنا في دفى كده. والمكان ده عنده كام سنة؟ 16 وماشي في 17. شوف يا مصري، المكان ده في نوفمبر الجاي يتم 1000 سنة وشوية. لا بجد عنده كام سنة؟ والله يعدي 1000 سنة كمان. 1000 سنة؟ واو ده على كده بقى المعلقة دي ممكن تكون قاعدة من أمريكا. البتاع ده مليان شطة. شطة صفر.
ايه ده؟ شط اتصفى. ايه ده يا وصلي ده؟ شفت؟ ده انت هتنفسني بقى. ايه ناقصاك يا عم؟ هات ليمون، هات ليمون، هات ليمون الحبايب. ماشي يا مصري. شوية شاي يا ابني وحياتي. شايفينه؟ لا كده همشي. همشي؟ صعبة قوي دي، صعبة موسى. طب خليه هقوم. هقوم. هقوم في البحر. كفاية بقى مصري. ده ايه الرخامة اللي بيتوا فيها دي انتوا الاثنين؟ انت السبب. ايه الجامد؟ سبع. خواتم. الآن. عقدان. بكام بتاعت امريكا دي؟ ب100 جنيه. ليه؟ دي فضي اصلا. ايه ده مفيش مصر؟ فيه. فيه؟ بكام بقى؟ 25 لوحده. ليه هي مش فضه؟ فضه ما تتباعش يعني. اوكي طيب امسكها. انا هاخد واحده. اوكي لا انا هاخد بتاعت مصر. واو حلو. ها عالم ايه ده؟ فين عم ربيع؟ ايوه زيت حار عم ربيع. ان شاء الله. ماشي عم ربيع. فين بقى؟ فين عم ربيع؟ ايوه شبعت. ناكلها بقى مع جوع. بقول لك ايه يا عم ربيع؟ ايوه. هو انت بتيجي كل يوم ولا يوم ويوم؟ يا ده انا كل يوم هنا من قبل ما انت تتولد ما فوتتش يوم. عايز عشرة ترغيفه يا عم ربيع. خد يا عشرة ترغيفه. اهلا ازيك يا عبير؟ صباح الخير يا ام مصر. النبي تناول 10 ترغيفه يا مصر يا ابني. حاضر يا عم ربيع. اهو معاشر اهو خد شيك شوف ايه؟ ها؟ هتشوف اشرار. ايوه ايوه مني. ولقيتهم فين؟ في حد جه سلمهم للامن ومشي. رحلة عذاب. ايه ده؟ ده الفلوس زي ما هي. حظك حلو. تليفون كمان. محدش كلمني. دلوقتي تقدر ترجع تاني في اي وقت. هو خلاص ماشي؟ ايوه سعيد الحمد لله لقيت تيكت. طب ممكن اوصلك بالفيسبا؟ لا ما هو راضي تحت عشان بس الشنطه معايا وكده. ثانك يو سعيد. ممكن اخد الجلابيه بتاعت باباك دي اصلها كانت بتريحني قوي يعني كده. تعرف انك هتوحشني قوي يا مصري. والله وانت كمان يا ام سعيد هتوحشيني جدا. صحيح يا ام سعيد هو انت اسمك ايه اصلا؟ اسمي ام سعيد. الله امال سعيد يبقى اسمه ايه؟ اسمه مجدة. حلوة يبقى خد بالك بقى من امك يا مجدة. انا هنزل الشنطة العربية. اوكي سعيد هتلاقي راضي واقف تحت مستني قدام الباب على طول. حلوة امك. اه سعيد طيب كنت عايزه بس كنت عايز اديله الظرف ده يا ام سعيد. لقيته عندي في البيت جوه في الشقة. بيتهيألي ان هو المعاش بتاع ابو سعيد كان سعيد ناسيه جوه. توصل بالسلامة يا مصري. نوسة هبقى ابعت لك على الايميل بتاعك. اوكي وانا هستنى. يا حماسة السنة الجاية بقى تبقى ستيفن صح؟ سلام والله هتوحشوني. مع السلامة يا ابتسام. أنا متشكر أوي يا مصر. عليا منصف. خلي بالك من نفسك. يلا يلا السلام عليكم. مصري
نعم يا حماسة. على فكرة بس انت زعلت مني، كنت بمرك من مامتي يا حفيد عشان ترجع تاني. ده على كده انا ليا فلوس كتير قوي يا عم. خد يا راضي ساندويتش فول من عند عم ربيع بس بجنيه مش بستين جنيه، فاكر؟ اتوددت قوي يا استاذ مصري، بيت مصري. Quando non sai ancora prendi sordi ai miei morti, prendi sordi ai miei morti. Voci state di mia garbi, lasciatemi morire. Più del gelo, più del mar. Ehi, رأيك في الفرقة؟ لذيذة. عشان بس تعرفي ان احنا ناس اوبراليين كده وعيال حلوة كده يعني. دي اغنية يا سلام على حبي وحبك بس بالاخريقي. لا لا ده انت سامعك بايظ خالص، دي غنوة نعناع الجنينة بس تقريبا كده النعناع اتدلق عليهم وهو بيغني. نعم. وبعدين في الراجل اللي عمال بيتغرغر ده، مش كنت تجيب لنا مطرب شعبي عشان نفهم اللي بيتقال؟ الراجل مش عاجبك ده مكلفني دم قلبي، ده بينفجر في الاخر. يا راجل جاي فرقه المطاريد دي منين؟ من ميدان الاوبرا. بابا بيشتغلوا ايه في الاوبرا؟ بيغنوا هناك. متاكد ان دول بيغنوا؟ يا بابا انت هتشلني. في ايه بس؟ ايه رايك ان انا هقتل اختك وقت العريس واوعدك هقتلك وراهم؟ لا لا في ايه يا بابا؟ خلصني من الفرقه دي بسرعه. حاضر. الناس هتمشي، خلصني منها بسرعه. حاضر حاضر انا همشيهم. حاضر. مش تمشيهم، تقتلهم قدام عيني عشان ما يضروش فرح تانيه. حاضر. فاهم؟ حاضر. يلا بسرعه. طيب يا بابا وال 2000 جنيه بتوعي يرجعوا لي بسرعه. حاضر. فاهم؟ حاضر. طيب اتفضل اتفضل شوف الناس. ليلى ليلى أمرني، خليك في نفسك يا رمزي. ليلى الشعرتين اللي نازلين على عينيك دول هياكلوا من دقنك حته. بقولك ايه، ممكن تتصرفي لحسن؟ الفرقه مش عاجبه بابا؟ وهي دي فرقه تعجب حد ولا تتجف فرح؟ عشان خاطري عشان خاطري تصرفي كده. خلي هدى اختي رمزي تتصرف. أمريني غور في داهية. بقولك ايه، ابوس ايدك انقذي الموقف. عفاك ما تعمليش فيها شكيره بقى. ماشي انا هتصرف، مش عشان خاطرك، خاطر اختك الغلبانه وعشان خاطر رجولتي. فاكرها؟ فاكرها، ما ضاعت الرجوله خلاص وبقيت قشطه قشطه. بس يا بس يا ابني انت هو بس. هلا ودلوقتي مع نجمه المعهد العالي اللاسلكي صاحبه التردد العالي جدا ليلى سليمان. الو لا عمرك يا عمر. اتفضل. كل حاجة
دخلت وسط اخلي لي القاعة لحسن يحصل تصادم. ابوس ايدك الحقني. عامل حسابي. سؤال معلش بعد اذنك، الجزمة بتاعتي بتاع المرة اللي فاتت فين؟ الجزمة بتاع المرة اللي فاتت حد خدتها مني برضه بتاعه الجزمة. وبعدين انت مش منظر شبشب البسه. هياخد البنطلون تاني. ما تلعبش في عداد عمرك. ميدو. نعم. أشوف وشك بخير. ليه رايح فين؟ مسافر؟ لا بس مش عايز أعرفك تاني. إيه؟ وإيه المفاجأة في كده؟ بقولك مش عايز أعرفك يا أخي. كده عزوز؟ عايز تسيبني لوحدي؟ الساعة 12 الظهر؟ أمال كنا 12 بالليل بقى كنت عملت إيه؟ يا عم أنا هسيبك في أفغانستان. سلام. عزوز؟ أوعى ميدو. كمان بتضربني بالقلم؟ ده مجنون ده ولا إيه؟ عزوز خد يلا ما تخافش. يا جبان كده يا جدعان. انا مش فاهم حاجه. طيب يعني انت مش عايز تعترف؟ ماشي خدوا صاحبه وادوا للنمل. اما انت بقى هتعترف كويس قوي لما تنزل هنا في زيت المجد. لا خلاص انا مش عايزك تعترف. وايه اللي انت لابسه ده؟ لبس لي بدله وبابيون. حرام حرام حرام. مش عايز اروح الحمام خلاص. حاضر يا فندم. هنا انا فين؟ انا فين؟ انت في مقر المخابرات العامه يا ميدو. المخابرات العامه؟ طب وحضرتك مين؟ انا العميد سالم متولي. عميد؟ سيادتك عميد؟ اهلا 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 يا سالم بيه. اصل انا خفت قوي اصل هم مجرجريني من الصبح. انا الحمد لله. قول لي يا ميدو. ها يا فندم.
انت بتحب مصر يا ميدو؟ مصر طبعا يا فندم، ومين ما يحبش مصر؟ مصر دي امي. طيب لو مامتك عزتك في عملية خطيرة، عملية مهمة محدش يقدر يعملها غيرك، توافق؟ يا فندم بس انا مش دكتور. اوافق يا فندم اوافق، هاتوا العيان وانا اعملها على طول لحضرتك. المهمة كبيرة وصعبة، وبعد التحريات اللازمة البلد اختارتك لتنفيذ المهمة. ومين في البلد بالتحديد يا فندم اللي اختارني؟ نفسي اشكره. مش مهم، انا مراهن عليك. لا هتكسب الرهان يا فندم. ممكن اعرف بقى ايه المهمة بالظبط حضرتك؟ هتعرفها بعد شوية تدريبات واختبارات لتجهيزك للمهمة. جاهز؟ جاهز يا فندم. اهم حاجة عندي يا ميدو ان محدش يحس بحاجة. طبعا. ابوك نفسه ما يعرفش حاجة. طبعا طبعا. التدريبات هتتم في سرية كاملة، هتروح كل يوم بعد التدريبات وتجيلي هنا الصبح. حاضر. دي شنطة هدوم لزوم التدريبات. ومين اللي جاب لي الهدوم دي يا فندم؟ مصر يا ميدو. ومصر عرفت مقاسي منين؟ ميدو يا ميدو يا ميدو ميدو. ايه يا سيف في ايه؟ عايز اهرب. عايز ايه؟ عايز اهرب. تعرف تروح فين؟ صار سيف. ايه يا سيف انت مجنون ولا ايه؟ لا لا. ايه امال اللي انت بتقوله ده؟ طب معاك فلوس؟ عايز قرشين منك. قرشين منك؟ اه. طب معاك هدوم؟ عايز شوية هدوم منك. طب ما اهرب انا وخلاص. ماشي. ماشي؟ ماشي ايه؟ طيب تعالى بس ننام دلوقتي وبكره الصبح خدي النضارة ان شاء الله نهرب. اخد النضارة من بيها ايه؟ خليها معايا. حطها هنا. حطها فين؟ هنا على الكومودينو. طيب هات اهو. يلا يلا ننام وبكره الصبح ان شاء الله نصحى نهرب كلنا. كلنا؟ اه مع بابا ونقعد وكلنا نهرب. احكي لك حدوته؟ لا. بيقول لك مره؟ لا مش عايز. هحكي لك حدوته؟ لا. بيقول لك مرة واحد؟ لا مش عايز. انت جاي تخنقني في اوضتي ولا ايه يا سيف؟ لا مش جاي. امال ايه وجاي